مجنونه اني جيت قعدت معاكم هنا. لا 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 حرام حرام حرام. اهلا بيكم في واضح ما في تعبد. يا بمنتهى السهولة يعني أنا ببكي على طول. أرجع طفلة وما أختارش الفن، أختار أي حاجة تانية وأعيش عيشة عادية خالص زي كل الناس ما عايشة. تحرجني في حاجات كتيرة جدا، مش عشان أنا في تعب يعني، هما الناس شايفين الشخصية القوية بتاعتي، بس أنا مش كده خالص. طيبه طيبه قوي زاد عن اللزوم قوي. اني اخلي بالي عشان خاطر حكايه الكورونا دي، مخليه بالي بقى لي 3 سنين ولا 2 سنين من يوم الكورونا ما خرجتش من البيت خالص، يعني ما كنتش مصدقه ان فعلا قد كده في جديه في الموضوع، ما كنتش واخداه كده، كنت واخداه هزار ولكن بعد كده خلاص ما خرجتش من البيت، قعدت 2 سنين ما خرجتش من البيت ولا بدخل حد البيت خالص. كل معجبيني وكل الفانز بتوعي بيقولوا لي يا فوفا. كان قبلها بيوم بقول يا رب أو أنا أنام وأقوم ملقاش اللي فيه نت ولا لا حاجة، هو سرقنا سرق حياتنا وسرق وقتنا وسرق كل حاجة. أسعد يوم في حياتي طبعا لما ولادي جابوا لي أحفاد. شكرا واضح، بحبكم قوي.